حلقتنا النهاردة هنعرف مع بعض عن طريقتين تقدر توصل بيهم الطوابع الكانون بيكسيما جي 3411 بالراوتر الواي فاي عشان تقدر تطبع وتعمل سكان من خلال الموبايل واللابتوب والتابلت بدون استخدام اي كابلات. وحلقة النهاردة مطابقة لثلاث طوابعات: كانون بيكسيما جي 3411، كانون بيكسيما جي 3410، كانون بيكسيما جي 3415. فلو يهمك الموضوع تابعني بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من زيكم اخواني، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد السيد من قناة كانون بالعربي، وحلقتنا النهاردة هنعرف مع بعض ازاي نوصل الطوابع الكانون بيكسيما الجي 3411 والطوابع الكانون بيكسيما الجي 3410 والطوابع الكانون بيكسيما الجي 3415 عن طريق الراوتر الواي فاي. وعشان ما طولش عليكم يلا بينا نروح للموضوع على طول، وان شاء الله الخطوات تكون سهلة وبسيطة عليكم. يلا بينا. فاول حاجه هنعملها هنلاحظ ان علامه الواي فاي اللي موجوده فوق الطبقه بالظبط عليها علامه اكس، كده معناها ان الطبقه مش معرفه عن طريق الراوتر الواي فاي. طب الخطوات ازاي؟ شايفين الزرار اللي مكتوب جنبه نتورك؟ هنثبت عليه صبعنا، تمام كده، لحد ما نلاقي العلامه اللي فوق دي بتعمل كده. وفي شرطة واحدة، وهنروح للراوتر اللي موجود عندنا. بعد كده هنروح للراوتر اللي عليه زرار ال WBS ونضغط ضغطتين على ال WBS كده ورا بعض، او نطول صبعنا عليه. هنلاحظ هنا ان لمبة ال WBS نور، اهم حاجة لازم لمبة ال WBS تنور. بعد كده هتلاحظ ان هظهر علامة لودنج عندك او علامة تدوير، وعلامة الواي فاي بتختفي وتروح، وننتظر لحد ما يجي رقم واحد، وعلامة الواي فاي عليها تدريج. زي ما انتم شايفين رقم واحد ثبت، وهتلاحظ هنا ان علامة الواي فاي بقى جنبها تردد. طب دلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي لو شبك اي جهاز اذا كان موبايل او لابتوب او تابلت من خلال الراوتر اللي توصل عليه الطبعه هيرى ان الطبعه موجوده في الشبكه. طب ازاي الطريقه؟ تعالوا بينا نروح لاول جهاز وهو اللابتوب ونثبت من عليه الطبعه. ولو ما عندكش زرار ال WBS او زرار ال WBS جنبه شرطه WLAN او واي فاي او ريسيت، ما انصحكش نهائي انك تضغط على الزرار، ده ممكن تعمل مشكله في الراوتر. فهيكون قدامك حلين: اول حل انك تتصل بالشركه اللي مشترك عليها خدمه الانترنت وتقول له انا عايز اشغل زرار ال WBS او خاصيه ال WBS. وتاني حل انك تتبع لاخر الفيديو دوت، هتلاقي الفقره اللي بعد كده ازاي تعرف الطبعه بدون ما تستخدم الزرار ال WBS اللي موجود في الراوتر. وعشان ما اطولش عليكم يلا نروح لجهاز اللابتوب، وان شاء الله الخطوات تكون سهله وبسيطه عليكم. يلا بينا. مبدئيا كده انا سيب لكم رابط تحت في الوصف، الرابط ده في النسخة الأصلية المرفقة مع الطبعة. وبعد ما تحمل النسخة الأصلية المرفقة مع الطبعة هتفتح هيئة ملف كده، ونختار آخر اختيار اللي هو M.4. ولازم تتأكد إن اللابتوب دوت متوصل على الراوتر الواي فاي اللي متوصل عليه الطبعة. هنختار أول حاجة لانجويج اللي هي اللغة، ونختارها اللغة العربية اهيت زي ما انتم شايفين كده، ونعمل باك، ثم نختار بدء الإعداد. وهنا بيقول لك جاري تنزيل 13 ملف، رجاء الانتظار. وفي الخطوة دي هتختار القارة اللي انت موجود فيها، وهتختار البلد اللي انت مقيم فيها. والخطوة دي روتينية جدا، ممكن تختار اي حاجة، ثم نختار التالي، ثم نختار نعم، ثم نختار اوافق، ثم نختار التالي، ثم هيظهر لك الخطوة اللي موجودة قدامك دي، وهو بيقول لك ان هو شاف الطبعة موجودة في الراوتر الواي فاي. ولنفترض ان الخطوة دي ما ظهرتلكش، الاجراءات اللي جاية سهلة جدا، هتضغط نعم والباقي سهل مش محتاج اي حاجة. طب افرض ما ظهرتلكش الرسالة ديت، هتعمل ايه؟ هنضغط لا على يعني، ثم نختار الاختيار اللي مكتوب جنبه وصلت شبكه محليه لاسلكيه، ونعلم عليها ونضغط على التالي، ثم نضغط على التالي، ثم هيظهر لك القايمه اللي انت شايفها قدامك. هو هنا شاف طبعه مكتوب عليها جي 3010 سيريز، وده رقم المسلسل وده رقم الاي بي بتاع الطبعه. هنعمل صح هنا كده، ثم ننزل لتحت خالص ونختار التالي، ثم ننتظر هيحمل ملف حجمه 91 ميجا. ثم بعد ما يخلص تحميل ال 91 ميجا هيثبت برنامج اسمه الام بي درايفرز، وده خاص بتعريف طبعا. ثم هيظهر لكم الرساله ديت بعد ما خلصنا تثبيت الام بي درايفر وهو بيكشف عن الطبعه.
ثم في الخطوة دي هنختار التالي ثم التالي مرة أخرى ثم التالي، ثم هنشيل صح من الدليل الخاص بالمستخدم ونسيب صح على My Image Garden و Quick Menu و Easy Web Brand، ثم نختار التالي ثم نضغط على OK وننتظر لحد ما يحمل 306 ميجا بايت، ودول حجم الملفات اللي احنا عملنا عليهم صح، والملفات دي خاص بالسكانر أو الماسح الضوء. وبعد ما حملنا الثلاث برامج جالي تثبيت الثلاث برامج، وأول برنامج معانا وهو My Image Garden، ثم تاني برنامج معانا وهو برنامج الكوايك مينيو، ثم التالت برنامج معانا وهو برنامج الايزي ويب برينت. ثم هتختار التالي، بعد كده هيكتب لك اكتمل التثبيت بنجاح، هنختار انهاء، وبكده الطبعه بتاعتك اتعرفت عن طريق الراوتر الواي فاي. طب دلوقتي عايزين نشيك على اعدادات الطبعه بحيث ان احنا نتاكد ان هي اتعرفت عن طريق الراوتر الواي فاي. الموضوع سهل جدا، هنختار كنترول بانل ضغطين عليها عادي جدا، ثم نختار فيو ديفايس اند برينترز، هنلاقي الطبعه بتاعتنا قدام كويس كانون جي 3010 سيريز، كليك اليمين عليها ثم برينتنج بريفرنسز، بعد كده هنروح على حجم الورق بالطوابع ونخليها A4، ثم نختار ابلاي ثم اوكي، وبكده عرفنا ان الطبعه بتاعتنا اتعرفت على الراوتر الواي فاي وتقدر تطبع من خلال اللابتوب بكل سهوله. طب دلوقتي عايزين نعرف ازاي نطبع من الموبايل، هنروح دلوقتي على جهاز الموبايل اذا كان اندرويد او ايس، وننزل من بلاي ستور او الاب ستور برنامج اسمه كانون برينت انكجيت انت سيلفي. وقبل ما نروح لبرنامج الهاتف في حاجه مهمه لازم نعرفها، لو الكمبيوتر بتاعك ما قراش طبعا فدي حاجه من ثلاث حاجات، يا اما في مشكله في الراوتر الواي فاي، او الراوتر الواي فاي بعيد، او الراوتر الواي فاي معمول ان هو مخفي او هيدن. فاي حاجه من التلات حاجات دولت يخلي الطبعه ما تقراش في الراوتر الواي فاي. ويلا بينا نروح لجهاز الموبايل وننزل برنامج كانون برينت انكجيت انتي سيلفي. فيلا بينا، اول حاجه هنعملها هنفتح البلاي ستور او الاب ستور، نكتب في السيرش كلمه كانون ونضغط على السيرش، هنختار تاني اختيار اللي هو كانون برينت انكجيت انتي سيلفي ونختار تثبيت، ثم ننتظر لان يتم تثبيت البرنامج. وبعد ما يثبت البرنامج هنختار فتح ونختار اجري ثم اجري مره اخرى، ثم نختار اوكي ونختار اثناء استخدام التطبيق ونختار السماح، ثم نختار سيرش وهنا بيدور على الطبعه اللي موجوده في الراوتر عندنا، ثم نختار كلوز وهنا بيقول لك ان الطبعه توصلت بنجاح. لو لاحظت مكتوب تحت جي 3010 سيريز، عايزين نتاكد ان الطبعه موجوده عندنا في الراوتر، هنطلع فوق خالص على اليمين هنلاقي علم الطبعه وجنبها زائد، هنضغط ضغطه واحده هنلاقي الطبعه بتاعتنا قدامنا اهي جي 3010 سيريز وجنبها 192.168.1.33. ودلوقتي جه ميعادنا مع الفقره الثانيه، وهي انك لو ما عندكش زرار دبليو بي اس في الراوتر او الدبليو بي اس عليه شرطه واي فاي او دبليو بي اس شرطه دبليو ان، ففي الحاله دي ما انصحكش انك تضغط على زرار الدبليو بي اس لانك ممكن تعمل مشكله في الراوتر. فاحنا دلوقتي هنروح لجهاز الكمبيوتر وهنعمل خطوات بدون ما نستخدم الراوتر عشان نقدر نعرف الطبعه على الراوتر الواي فاي ونطبع بكل سهوله. وعشان ما اطولش عليكم يلا بنروح للخطوات على طول، وان شاء الله الموضوع يكون سهل وبسيط عليكم. يلا بينا. فاول حاجه هنعملها هنرجع لملف التعريف من اول وجديد ونخش عليه عادي، ثم نختار اخر اختيار ام سيتاب 4 ضغطتين عليه، ثم نختار يس، ثم هنختار لانجويج عشان نعدي اللغه، ثم ننزل بالسهم تحت لحد ما نلاقي اللغه العربيه ونعمل باك ونختار بدء الاعداد. بعد كده هتختار القارة اللي انت موجود فيها والبلد اللي انت موجود فيها، والحاجات دي روتينية ممكن تعملها اي حاجة مفيش اي مشكلة. هنعمل التالي ثم نختار نعم ثم نختار اوافق، تتم الان المعالجة الرجاء الانتظار، ثم هتختار التالي وهنا بيقول لك جاري التحقق من حالة الطابعة. بعد كده هيظهر لك القائمة اللي قدامك دي. أول حاجة عشان تقدر تعرف الطابعة عن طريق الراوتر الواي فاي وتطبع من خلال الموبايل، هنعرف الطبعة عن طريق وصلة اليو اس بي، هنختار وصلة اليو اس بي ثم نعمل التالي. هنا بيقول لك لو انت مركب الكابل يو اس بي وموصل الطبعة بيه شيل الكابل دلوقتي حالا. بعد كده هتختار التالي وهنا هينزل برامج حجمها 91 ميجا، لازم تكون موصل الكمبيوتر او اللابتوب بالانترنت، وننتظر لحد ما يتم تنزيل ال 91 ميجا.
وبعد ما خلصنا من تنزيل ال 91 ميجا دلوقتي بيثبت ال MB درايفر وده الخاص بتعريف الطبعة. وفي الخطوة دي بيقول لك ركب الكابل USB اللي وصل من الطبعة والكمبيوتر، وأول ما تركب الكابل هيظهر لك القائمة دي، ثم نختار التالي، ثم نختار التالي كم مرة، ثم نضغط على التالي، ثم بنشيل الصح اللي جنب الدليل الخاص بالمستخدم ونتأكد ان التلات اختيارات دولت معمول جنبهم صح ونختار التالي، ثم نعمل اوكي، ثم ننتظر تنزيل ملفات بحجم 306 ميجا بايت، والملفات دي خاص باعدادات واستخدام الاسكانر، ننتظر لحد ما يكتمل ال 306 ميجا بايت. وبعد ما خلصنا تحميل ال 306 ميجا بايت الخاص ببرامج الاسكانر دلوقتي هنثبت الثلاث برامج اللي احنا عملنا جنبهم صح، واول برنامج معانا وهو الماي ايميج جاردن. ودلوقتي البرنامج بيثبت معانا تاني برنامج خاص بالاسكانر وهو الكوايك مينيو، البرنامج ده مهم جدا لو انت هتستخدم الاسكانر. وتالت برنامج معانا وهو الايزي ويب برنت، وده يعتبر اخر برنامج في تثبيت برامج الاسكانر. ثم بعد كده هتضغط على التالي وهنا بيقول لك اكتمل التثبيت بنجاح انهاء، وبكده خلصنا تعريف الطبعة عن طريق الكابل USB. احنا كده لسه ما خلصناش، احنا عايزين نعرف الطبعة عن طريق الراوتر الواي فاي بدون استخدام زرار ال WBS. ازاي؟ هنختار ايضا اخر اختيار اللي هو M-Setup4 ضغطتين عليها، ثم هنختار يس، ثم هنختار لانجويج وننزل نختار اللغة العربية ونعمل باك ونختار بدء الاعدادات وننتظر. هنعمل نفس الخطوات بس في خطوة كده مهمة جدا لازم تعملها عشان تقدر توصل الطبعة عن طريق الراوتر الواي فاي، من غير الخطوة دي مش هتعرف توصل الطبعة عن طريق الراوتر الواي فاي. وزي ما انتم شايفين القائمة دي الخاص باستخدام الاسكانر، وعشان تعرف ازاي تستخدم الاسكانر انا سايب لكم رابط تحت في الوصف تقدر ترجع له في اي وقت وتفتحه وتشوف ازاي تستخدم الاسكانر في الطابعة الكانون بيكسيما G3411. ثم فوق هنا بنختار القارة اللي انت مقيم فيها والبلد، ودي حاجة روتينية ممكن تعملها اي حاجة، ونختار التالي، ثم نختار نعم، ثم نختار اوافق، ثم ننتظر. ثم في الخطوة دي هتعمل لا، وهنختار واسطة شبكة محلية لا سلكية، ونختار التالي، ثم نختار التالي، وطبعا لازم تكون مركب الكابل USB اللي واصل من الطبعة والكمبيوتر، عشان الخطوات دي مهمة جدا، لازم تركز في اللي جاي. أول ما تظهر لك القائمة دي هنعمل التالي، بعد كده هتختار طرق بديلة اللي قدامكم دي، وهتختار إنشاء اتصال لا سلكي باستخدام الكابل USB، هنختارها هي، ثم نختار التالي، ثم نختار التالي مرة أخرى. ولازم تكون مركب الكابل USB في الخطوة اللي فاتت عشان يقرأ الطبعة اوتوماتيك. ولو بصيت دلوقتي لشاشة الطبعة هتلاقي شاشة الطبعة فيها حركة دوران. ولو رجعت التاني لشاشة الطبعة هتلاقي علامة الدوران ثابتة على رقم 1، وعلامة التردد الواي فاي بقى عليها تردد كأنها شبكة، وهنا بيقول لك اكتمل اتصال، وزي ما انتم شايفين ان الرسمة عليها اللابتوب متصل بالراوتر متصل بالطبعة وعليها علامة صح، معناه ان تم الاتصال بالراوتر الواي فاي، هنختار التالي. وفي الخطوة دي بيقول لك اذا كان كابل USB متصلا بالطبعة فافصله، يعني هنا بيقول لك شيل الكابل USB دلوقتي حالا، ثم اضغط على التالي، وهنا هننتظر لحد ما ينزل ملف حجمه 91 ميجا بايت. وبعد ما نزلنا الملف اللي حجمه 91 ميجا بايت زي ما انتم شايفين جالي تثبيت ال MB درايفرز وده خاص بتعريف الطبعة. بعد كده هيظهر لك القائمة دي هتختار Allow Access.
ثم نختار التالي ونختار التالي مرة أخرى ثم نختار التالي، ثم هنشيل صح على الدليل الخاص بالمستخدم، ثم التلات اختيارات هنسيب عليهم الصح ونختار التالي، نعمل اوكي. لازم تعرف ان المره دي الاسكانر هيتعرف عن طريق الواي فاي، يعني مره عرفنا الطابع والاسكانر عن طريق الكابل يو اس بي، ومره عرفنا الطابع والاسكانر عن طريق الراوتر الواي فاي. ثم ننتظر لحد ما يحمل ملف حجمه 306 ميجا، والملف ده مكون من 3 برامج، والبرامج دي خاص باستخدام واعدادات الاسكانر. وبعد ما خلصنا تحميل ال 306 ميجا دلوقتي بيثبت الثلاث برامج اللي احنا عملنا عليهم صح، واول برنامج معانا وهو ماي ايميج جاردن. وتاني برنامج بيثبت معانا هو إكوايك مينيو. وتالت برنامج بيثبت معانا هو الإيزي ويب برين، وده يعتبر آخر برنامج. ثم نختار التالي، هنا بيقول لك اكتمل التثبيت بنجاح، هنعمل إنهاء. ودلوقتي هنروح لجهاز موبايل وننزل برنامج كانون برينت انكجت اند سيلفي ونشوف الموبايل هيقرا الطبع ولا لا. يلا بينا. اول حاجه هنعملها هنروح على البلاي ستور او الاب ستور ونكتب كلمه كانون ونعمل سيرش، هتبقى تاني اختيار وهو كانون برينت انكجت اند سيلفي، ونضغط على تثبيت. وطبعا لازم تتاكد ان الموبايل متوصل على نفس شبكه الراوتر اللي متوصل عليه الطبع. ثم نفتح البرنامج عادي جدا ونختار اجري، ثم اجري مره اخرى، ثم نضغط على اوكي، ثم نختار اثناء استخدام التطبيق، ثم نختار سماح، ثم نختار كلمه سيرش اللي موجوده قدامكم. ودلوقتي بيبحث على الطبعه اللي موجوده في الراوتر، ونضغط على كلوز. واول ما يظهر لك القائمه دي اعرف ان الموبايل اتوصل. طبعا هنرجع خطوه لورا، وزي ما انتم شايفين تحت خالص مكتوب جي 3010 سيريز، وبكده الطبع اتعرفت على الموبايل. طب عايزين نطبع، لو انت معاك صوره فهتختار فوتو برنت اللي موجوده على الشمال، وتختار الصوره اللي انت عاوزها. وبعد ما علمنا على الصوره اللي احنا عايزينها هنختار نيكس اللي موجوده على الشمال تحت خالص، ثم نختار نو. وفي الخطوه دي لازم نظبط اعدادات الورق وحجم الورق عشان ما يحصلش اي ايرور في الطبعه، من خلال اننا نختار اختيار برنت سيتنج اللي على الشمال. واول اختيار معنا الكوبيز، وده بيقول لك عدد النسخ اللي انت عايز تنسخها، معاك من نسخه لحد 100 نسخه، فبتختار وليكن نسختين مثلا. تاني اختيار معنا البيبر سايز، ده حجم الورق، وتختار حجم الورق المناسب ليك، وانا هختار الاي 4. وتالت اختيار معانا اللي هو الميديا تايب، لو انت هتطبع على مذكرات مدرسيه او ورق مدرسي فهتختار اول اختيار اللي هو بلان بيبر، اما لو انت هتطبع على ورق صور فهتختار تاني اختيار اللي هو فوتو بيبر بلس جلوسي 2. رابع اختيار مالناش دعوه بيه. خامس اختيار لو انت عاوز تحول الوان الطوابع من الوان لابيض واسود، لو انت سبتها على الكلر فهي هتطبع الوان، لو انت اخترت مونو كروم الاختيار ده تحت فانت هتخلي الطوابع تطبع ابيض واسود فقط. وبعد ما خلصنا اعدادات الطبع بتاعتنا هنرجع خطوه لورا، ثم نختار نو، ثم نختار كلمه برنت الموجوده على اليمين تحت بالبرتقالي. وبكده عرفنا ازاي نطبع من الموبايل من خلال الراوتر الواي فاي. وفي حاجه مهمه جدا لازم تعرفوها، مشكلتين يخلوا الموبايل او اللابتوب ما يطبعوش من خلال الراوتر الواي فاي، اذا غيرت كلمه مرور او باسورد الراوتر الواي فاي او غيرت الراوتر الواي فاي ذات نفسه. وبكده خلصنا موضوع حلقه النهارده عن ازاي نعرف الطبع الكانون بيكسيما الجي 3411 والكانون بيكسيما الجي 3410 والكانون بيكسيما الجي 3415. اتمنى ان حلقه النهارده تكون نالت اعجابكم، اتمنى الموضوع يكون عجبكم، مستني اي استفسار لكم بخصوص طبعات كانون. كان معاكم احمد السامي من قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.